شو عجبك هالشعور؟ انبسطت بشوفتك. يعني بس هيك؟ شو بدك يا دين يقول كمان؟ كنت طول اليوم وأنا منتظر هاي اللحظة، صار عندي فضول شو اللي بدك تقوله. من شوي قلت لك شعوري وأكيد سمعت شو هو. أخذت يلي بدك يا أنت. هلأ كيف عم تحس؟ حاسس حمل تقيل ونزل عن كتافي. ليش يا عبد الحي؟ انت حابب تعرف شو اللي عم حس فيه. فهمت عليك. ايه وهلا شو رح تعمل؟ رح واصل طريقي اللي بلشته، هيك صار أريح. ما عاد في ماضي يلحقني بكل خطوة. وهلا مين بدك تصير؟ زلكوف يوكسيل عبد الحي؟ الميت. أهلا بالميت الجديد بعالم الأموات. من هلا ورايح يا عبد الحي رح تفهم منيح شو هو اللي عم حس فيه. يلا روح وتفرج على أوجاع أصحابك لنشوف قلبك قديش رح يتحمل. أنا ما رح أعمل مثلك، رح خبر رفقاتي اللي بيعتمد عليهم وبيقدروا يخبوا سري، رح بين عليهم واحد واحد. طالما أنه بدك تعيش حياة جديدة روح وعيش حياتك، روح اختفي عن الوجود. إذا بدك تختفي اختفي، حس بعدم وجودك وانت عايش، بس لا تعمل يلي قلته، لا تبين لحدا. وليش بقى؟ منشان يضل عابد عايش لازم الكل يفكروا انك ميت. لسه بعد كل هاد عم بتقلي عابد؟ يعني لو كنت لساتك ميت ما كنت قلتلك، بس انا فهمان يلي عم يحاول يعمله. موتك المزيف هاد رح يرفع من شأنه عند حراس المعبد. كنت قايلك انه تشتتنا، لو قبلت بالمهمة كان اختلف كل شي معنا. لازم تقبل بكل شي. إذا عابد بيقدر يعمل هالشي معناها ما فيك تعمل شي والوضع خرج من سيطرتك. عابد عم بيعيش اللي عشته أنا، الله أعلم قديش عم ينقهر، بس ما في قوة رح تخليه بعيد عن هدفه يا عبد الحي. حتى لو عرف انك عايش كمان؟ على فكرة انا رحت لهنيك مشان قله انك عايش. وانا منشان هيك رحت لهنيك. كنا رح نحكي عن الايام الخوالي، ويكون بعلمك وقتها كلياتنا كنا رح ننفذ خطتي. انت لساتك مصدق هالشي؟ انت بدك تتخلى عن اعتقادك هاد؟ ما بصير، الميت ما بيقدر وما رح تقدر. لو انت يا عبد الحي صدقت معنا كنا قدرنا. برجع بعد لك كلامي، انا ماني بهالخطة. طيب فيك تخبر رفقاتك الثقة، بس اعدائنا ما يعرفوا. حياة عابد مرتبطة بهالشي. القرار لك، يا موت يا موتو. بدي اتشكرك. لأنك أنقذت نايا من إيد بويرز. هذا واجبي.